هل يكون الحيوان السري اللقلق الأبيض يا ترى؟ بينما تستخدم معظم الطيور الأخرى حاسة الإبصار للعثور على طعامها، فقد خلق الله للقلق منقارا حساسا يستخدمه في صيد الأسماك. يهاجر اللقلق الأبيض من إفريقيا ليصل إلى نفس العش في أوروبا كل عام، وهو يقوم بهذه الرحلة منذ زمن طويل وأصبح رمزا لتغير الفصول، فوصوله لأوروبا يتوافق مع قدوم الربيع، ويعرف في الأساطير الشعبية الألمانية والنمساوية بحمله للأطفال، لكنه ليس الحيوان السري، فالحيوان السري